مشاهدينا ولمتابعة تطورات المشهد في فلسطين مع استمرار مجازر الاحتلال ضد المدنيين وحديث الاحتلال عن قضية ما بعد الحرب في غزة، ينضم إلينا عبر سكايب من أمستردام المتحدث باسم حملة مواجهة القانون القومية الإسرائيلية الأستاذ ماهر حجازي. مساء الخير. حياك الله، أهلا وسهلا. أهلا بكم وعبر سكايب من الضفة الغربية الأكاديمي والمحلل السياسي الفلسطيني الدكتور محمود خلوف، مرحبا بكم معنا. الله يمسيكم بالخير، تحياتي. أهلا بكم. نبدأ مع الأستاذ ماهر مع الدقائق الأولى للعام الجديد. المقاومة الفلسطينية ترسل صواريخها لتل أبيب كهدية للعام الجديد، ما الرسالة التي أرادتها المقاومة بقصف تل أبيب مع الساعات الأولى من دخول العام الجديد؟ نعم، بداية تحية لك وللسادة المشاهدين ولضيفك الكريم. حقيقة اليوم يعني أو بالأمس في الساعات الأولى لهذا اليوم للسنة الجديدة كان هناك قصف من قبل المقاومة الفلسطينية وبالتحديد كتائب القسام لمدينة تل أبيب المحتلة بمجموعة كبيرة من الصواريخ، وهي كانت رسالة إلى المجتمع الإسرائيلي ولحكومة بنيامين نتنياهو، حكومة الحرب، بأن الادعاءات الجيش الإسرائيلي بأنه قام ب تقويض قدرات المقاومة الفلسطينية خاصة فيما يتعلق بإطلاق الصواريخ من خلال الحملة البرية وهذا العدوان المتواصل على شعبنا بأنها مجرد أحلام لدى الجيش الإسرائيلي، وأن ما يقوم ما يتحدث به جيش الاحتلال الإسرائيلي في مؤتمراته الصحفية وما يعلن عنه الجيش الإسرائيلي هي يعني بعيدة كل البعد عن الواقع. وهذا رسالة إلى أيضا المجتمع الإسرائيلي بأن حكومة بنيامين نتنياهو حكومة الحرب هي تكذب على المجتمع الإسرائيلي، وهي غير قادرة حتى بعد يعني 87 يوم من عدوان همجي وحشي على أبناء شعبنا داخل قطاع غزة، هي غير قادرة على أن توفر الحماية للمستوطنين الإسرائيليين في مختلف المناطق الفلسطينية والمدن الفلسطينية المحتلة. وأيضا هي رسالة من المقاومة الفلسطينية للشعب الفلسطيني الذي يقدم التضحيات داخل قطاع غزة، ويعني لنتحدث عن أكثر من 22 ألف فلسطيني استشهدوا خلال 87 يوم. هي رسالة أيضا إلى الداخل الفلسطيني أن المقاومة لا تزال قادرة على الدفاع عن الشعب الفلسطيني والتصدي لهذا الإجرام الصهيوني. نعم، في هذه النقطة بالتحديد دكتور محمود، يعني كما ذكر الأستاذ ماهر، جيش الاحتلال والمتحدث الرسمي يؤكد أن قواتهم دمرت قدرات حماس الصاروخية بنسبة 80%. كيف ينظر الشارع داخل الكيان المحتل لهذه الادعاءات التي تثبت المقاومة كذب ادعاءات المحتل والمتحدث باسم جيشه كل يوم، وأثر ذلك على مصداقية نتنياهو وحكومته على الشارع؟ يعني نحن نقرأ ردود أفعال الشارع من خلال ما تبعناه بعد منتصف الليلة الماضية، من خلال تعليقات عدد من المحللين العسكريين والاستراتيجيين وكبار الكتاب في الصحف الإسرائيلية والمواقع المرموقة. هجوم شديد جدا على شخص بنيامين نتنياهو وقادة الجيش، والكل كان يجمع حتى من كتاب من اليمين واليمين المتطرف على حقيقة أن الاحتلال الإسرائيلي يبيع الشعب الإسرائيلي أوهاما، وأنه على أرض الواقع لا مجال للحديث عن أن الأنفاق التي تحدث عنها عن أنها ضربات موجعة للمقاومة وأنها أنفاق استراتيجية وأنه دمر البنية التحتية للمقاومة وأنه قضى على عدد من القيادات العسكرية النافذة. الكل تحدث عن أن الاحتلال يبيع أوهاما، وأن ما تم إعلانه من أهداف وغايات لم يتحقق منها إلا سوى القليل القليل، وأنه لا مجال للحديث عن إنهاء الحرب في الوقت المنظور، وبالذات أن الجيش رغم الخسائر الكبيرة التي تقع في صفوفه وفي إمكاناته وفي مدرعاته لم يحقق أي شيء. عدد من الكتاب الآخرين قالوا لا مجال للحديث لا عن القضاء على حماس ولا القضاء عن المقاومة الفلسطينية ككل، وأن بنيامين نتنياهو لم يعد أمامه إلا الرحيل. وكان لافتا أن عددا من الكتاب الذين كانوا في السابق يدعمون بنيامين نتنياهو قد انحازوا هذه المرة إلى الرأي العام الإسرائيلي، وقد تحدثوا بجرأة، وجزء منهم طالبوا حزب اللوكود بالبحث عن بديل، لأنهم يتهمون بنيامين نتنياهو بأنه لا يجيد اللعب ولا يجيد إدارة زمام الأمور في البلاد.
طيب ماهر، هنا في هذه النقطة بالتحديد، يعني الحالة التي كشفت عنها المقاومة الفلسطينية في ظل الخلافات التي تعصف بحكومة الاحتلال حكومة نتنياهو، تتزامن مع كشف القناة الثانية عشر العبرية عن عزم الاحتلال تعيين رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير بالاستعانة بتوني بلير بالحالة والأزمة التي تمر بها. كيف تنظر إلى مثل هذا الخبر الذي يعيشه أو الأزمة التي تعيشه حكومة نتنياهو؟ نعم، يعني حقيقة اليوم حكومة الاحتلال الإسرائيلي تعيش أزمة سياسية وعسكرية، سواء مع يعني في هذا الصراع أو هذا العدوان على شعبنا أو حتى في المستوى الدولي وكذلك في داخل المجتمع الإسرائيلي. حقيقة حتى هذه اللحظة يعني قرأت خبر فيما يتعلق بموضوع توني بلير أو تكليفه بملف الهجرة، ما سماه الاحتلال الإسرائيلي الهجرة الطوعية لأهالي قطاع غزة، كان هناك نفي حتى هذه اللحظة من مكتب بنيامين، من مكتب توني بلير. وبالتالي وأيضا استمعنا لكثير من التصريحات المتطرفة العنصرية من اليمين الإسرائيلي المتطرف، من وزير المالية وبن كفير، الكل اليوم يعني خاصة اليوم وبالأمس يتحدث عن تهجير الشعب الفلسطيني، إعادة بناء المستوطنات والاستيطان إلى داخل قطاع غزة. اليوم نحن أمام تصريحات عنصرية مقيتها، هي تأتي في إطار هذه الحرب التي يقودها الاحتلال الإسرائيلي، حرب الإبادة والتطهير العرقي ضد شعبنا الفلسطيني. ولكن أثبتت التجربة، اليوم نتحدث عن 87 يوم من هذا العدوان الصهيوني على أبناء شعبنا داخل قطاع غزة، وشعبنا منذ اللحظة الأولى أفشل مشروع ومخطط التهجير القائم على تهجير الشعب الفلسطيني. الشعب الفلسطيني بعد كل هذه التضحيات أثبتت التجربة أنه أفشل مشروع التهجير. وهذه التصريحات العنصرية والمساعي، يعني هذا الاحتلال الإسرائيلي أصبح حتى هذه اللحظة يعني عشرات الأهداف وضعها من هذا العدوان ولم يحقق أي شيء على الأرض، لا نصر سياسي ولا نصر عسكري ولا أي إنجاز، ولن يتحدث عن موضوع التهجير. وهو يدرك تماما نتنياهو وحكومته والمتطرفين داخل هذا المجتمع الإسرائيلي أنهم غير قادرين على تحقيق أي شيء فيما يتعلق بموضوع التهجير، فالتهجير أصبح وراء الشعب الفلسطيني. نعم دكتور محمود، في هذه النقطة بالتحديد، يعني إذا كان الشعب الفلسطيني والغزاويين مصرون على البقاء في غزة رغم كل الاحتلال، رغم كل القصف والتدمير، أكثر من 60-70% من المباني تم تدميرها وهم مصرون على البقاء، بل يريدون أن يدفنوا في أرض غزة ولا يخرجون. بالتالي ما الضرورة من تعيين توني بلير لإقناع الدول الغربية باستقبال الفلسطينيين؟ هل هناك خلاف مع الدول الغربية أم هناك إصرار من قبل الفلسطينيين على عدم الخروج؟ أولا أنا أجزم بأن توني بلير قد تم تعيينه، وأن هذا النفي جاء من باب أن توني بلير حتى ينجح في المهمة. توني بلير عندما نفى نبأ تعيينه لم ينفي حقيقة أنه كان في زيارة سرية إلى إسرائيل. كما أن القيادة الفلسطينية في بيانها الشرس والعنيف ضد شخص توني بلير من خلال دوره المشبوه وتكريس فكرة تهجير الشعب الفلسطيني أو السعي لتهجير الشعب الفلسطيني، هذا يظهر حقيقة أن القيادة الفلسطينية لديها الدليل القاطع. الآن اسمح لي أن أتحدث بجزئية بعيدة عن العواطف. أنا على تواصل شبه دائم مع الأشقاء في قطاع غزة. أنا غطيت حرب 2003 و2004 في قطاع غزة. نعم، ما تحدث عنه الأخ كان حقيقي وملموس. أنا عندما دمروا بلوك أو بلوك جي في رفح عام 2003 كنت أجد الفلسطيني ينصب الخيمة ويقيم فوق ركام منزله، ولكن الفلسطيني هو إنسان يخاف، لديه طموح، لا يحب الموت، لا يحب الخذلان والخيانة التي نجدها الآن لدى الأشقاء في العالم الإسلامي. كل إنسان من حقه أن يخاف، كل إنسان من حقه أن يبحث عن حاجة الأمن. احتياجات الحاجات الأساسية كما جاءت في هرم ماسلو، وهنا نريد أن نتحدث عن شيء علمي، من حق الإنسان الغزي أن يبحث عن أمنه، من حق الإنسان الغزي أن يلجأ إلى دولة شقيقة. وأنا عكس كل ما يتم الحديث عنه، جزء مما يباع من قبل الإعلام المأجور والإعلام المحسوب على الأنظمة هي مسكنات للشعوب، ولكن الغزي قد يلجأ وقد يكسر حدود مصر وقد يذهب إلى سيناء. مهم جدا، ليس لأنه جبانا، ليس لأنه غير صامت، ليس لأنه عفوا دكتور محمود، حتى هذا الخيار هو غير متاح. يعني
السلطات المصرية، القيادة المصرية نفت تماما ورفضت أن يدخل أي فلسطيني إلى أرسنال. اسمح لي أن أتحدث عن واقع أنا عشته. نعم. 2008 كسر الفلسطينيون الحدود ودخلوا سيناء رغما عن الأمن المصري، وكانت الظروف لا تقارن بأي نسبة مع ما يحدث الآن. نعم. ماذا نريد من شعب دمرت بنية التحتية، يحرم من شرب الماء؟ ماذا نريد من شعب وصلت كيلو السكر لديه 15 يورو؟ من أين يأتي بمال؟ من أين يأتي بكوت أطفاله وحليب أطفاله؟ واقعيا إذا ما أرادت مصر وأرادت الدول الشقيقة أن تمنع هجرة الغزيين، عليها أن تدفع باتجاه إدخال الماء والحليب، ومن ثم نتحدث عن عدم تهجير الفلسطينيين. لم يتم توفير مقومات الحياة لا من الجامعة العربية ولا من البرلمان العربي ولا من أي نظام عربي مؤثر، وبالذات الأنظمة القريبة أو الدول القريبة من غزة. نحن نلوم الدول الشقيقة، حب لهذه الدول لا نشكك لا فيها ولا بنزاهتها، ولسنا بوضع الاعتداء على كرامة الغير، بس نحن، ولكن نحن شعب مكلوم نتحدث. نعم. بعشق وبحب إلى الأشقاء. البيانات والحديث الوهمي عن مناصرة غزة لم يقدم أي شيء حقيقة. بيانات الأنظمة العربية نجد من هو أجرأ منها بكثير من دول. هناك مفارقة دكتور، هناك مفارقة بينما الإسناد والدعم الذي تحصل عليه إسرائيل من الاتحاد الأوروبي، من الولايات المتحدة، الدعم العسكري، الدعم بالسلاح، الدعم المالي، الدعم حتى السياسي المفتوح، ولكن بمقابل هذا لم يحصل المواطن في غزة ولا حتى القضية الفلسطينية على الدعم المطلوب. اسمح لي فقط أن أسأل أستاذ ماهر فقط في هذه النقطة بالتحديد. نعم، هل يمكن ربط خطة التهجير هذه التي يعني نراها اليوم يتجدد الحديث عنها، خطة التهجير الفلسطينيين بحديث نتنياهو، عن محور فيلادلفيا وإصراره على السيطرة على هذا المحور؟ هل هناك ربط ما بين الأمرين؟ يعني حقيقة اليوم هذا الاحتلال، وكما قلت أنه أدرك تماما أن موضوع التهجير، تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، هي أصبح في الماضي. يعني هذا وشعبنا الفلسطيني داخل قطاع غزة يعني أفشل بتضحياته وبصمود المقاومة، أفشل هذه المخططات التي هي مدعومة كانت من الولايات المتحدة الأمريكية التي دعمت هذا الاحتلال سياسيا وعسكريا ووفرت له الحماية الدولية ومن خلال استخدام حق النقض الفيدو. وبالتالي اليوم مشاريع الاحتلال الإسرائيلي فيما يتعلق بتهجير الشعب الفلسطيني او يعني في يعني ما تفضلت به، هي بعيده كل البعد عن الواقع الذي يعيشه ابناء شعبنا داخل قطاع غزه، وما تسطره المقاومه الفلسطينيه، وايضا يعني صمود شعبنا، وايضا الرسائل التي يعني يعكسها الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزه، انه بعد 87 يوم من هذا العدوان وهذه المجازر وحرب الاباده، الا ان شعبنا الفلسطيني متمسك بارضه. ولكن ايضا المطلوب أن يكون هناك فعلا، يعني أتفق تماما، أن يكون هناك دور عربي وإسلامي رسمي وشعبي معزز لصمود شعبنا داخل قطاع غزة. لابد من فتح معبر رفح، إدخال المساعدات الإنسانية والطبية بشكل يعني من غير المقبول أن يكون أن يقوم النظام في مصر بالحصول على موافقة من هذا الاحتلال أو الرضوخ لضغوط الاحتلال الإسرائيلي. القمة العربية الإسلامية الطارئة التي عقدت في جدة كان لديها الكثير من المقررات، المطلوب تفعيل مثل هذه القرارات غير يعني من غير المقبول في ظل حرب الإبادة، ودخلنا في عام جديد وشعبنا يعني 22,000 شهيد ويعني 70% منهم أطفال ونساء، من غير المقبول أن يبقى الدور العربي الرسمي وحتى الشعبي فقط ضمن إطار تحركات ومناشدات ومطالب. لا بد أن يكون حراك عملي، فتح معبر رفح، دولة عربية تشرف على هذا المعبر، فتح معبر رفح وإدخال كل ما يحتاجه وتعزيز، وبهذا يكون هناك فعلا تعزيز لصمود شعبنا وإفشال لمشروع التهجير. نعم دكتور محمود، في نفس الإطار الذي تحدثت عنه، يعني إذا كانت المقاومة وإذا كان الغزيين رفضوا التهجير ورفضوا الخروج من غزة، بالتالي هل يتم معاقبتهم بحبسهم وقتلهم بأساليب أخرى؟ يعني صحيفة الجارديان البريطانية تنشر تقرير لخبراء يحذرون من خطر يحيط بربع سكان قطاع غزة معرضون للموت بسبب الأمراض وليس فقط بسبب الرصاص والقنابل، بالتالي هل يتم يعني حبسهم وإبقائهم في مثل هذه الظروف إن لم يموتوا بالقصف
فسيموتون بالمرض والجوع. هذا صحيح، وقبل قليل صرح بنيامين نتنياهو تصريحا خطيرا، قال نحن سنبدأ بإجراءات عودة مستوطني الغلاف، ولا مجال لعودة أهالي قطاع غزة للنصف الشمالي، يعني من مدينة غزة حتى مناطق الشمال. نعم. ما يظهر بأن هذا الاحتلال مصمم على مخططين خطيرين، المخطط الأول السيطرة على الحدود ونهب الخيرات من بحر غزة، الغاز الطبيعي، ونحن نتحدث عن غاز تنقيبه لا يكلف كثيرا، لأن الدراسات الفرنسية، الشركات الفرنسية التي كانت ستباشر التنقيب عام 2007، نعم، أبلغت السلطة الفلسطينية في حينه بحقيقة أن الغاز هو سطحي ولا يحتاج تكاليف كثيرة. نحن نتحدث عن محاولة لفرض أمر واقع جديد على الأرض، وهذا يتطلب من الأشقاء ومن الأصدقاء ومن الدول التي كانت إباء حكم الرئيس الشهيد ياسر عرفات، وكنا نراهن عليها كثيرا، دول عدم الانحياز، أن تضغط بعلاقاتها وتمنع ما تقوم به إسرائيل. ولكن هنا لابد من التوضيح والفصل بين أمرين. إسرائيل الآن تذهب إلى خيار ما يسمى الهجرة الطوعية، وتوني بلير يقوم بهذا الدور. الهجرة الطوعية يتم إغراء الفلسطينيين من خلال دخول، يعني مداخيل عالية، إقامات، عمل مضمون في كندا وفي استراليا والعديد من الدول. ويجب ألا نكابر، هناك الآلاف من أبناء قطاع غزة ماتوا غرقا في البحار. لماذا نلوم شعب محاصر من 20 سنة؟ لماذا ليس هناك لوم؟ بالعكس، الكل ينادي بنصرة هذا الشعب، ويعني محاولة فقط يعني وقف العدوان، وقف القنابل وفتح المساعدات. اسمح لي أن أوضح شيئا. نعم. كنت أتحدث سريعا لأن الوقت تقريبا انتهى. نعم، بثانية، كيف يمكن أن نتحدث والأشقاء في غزة في حال التذمر من هذا الوضع غير المسؤول لمعظم القنوات العربية والإسلامية في موضوع الاحتفالات الماجنة وعلى البث مباشرة لساعات طويلة، ولم يتم كراسة. لنبدأ بأنفسنا وبالذات من الإعلام ومن الشعوب، ومن ثم نفترض أن الشعب الفلسطيني بمعنويات عالية وبحال أحسن مما كان عليه عام 2023. شكرا لكم. يتحدث معنا الأستاذ المتحدث باسم حملة مواجهة قانون القومية الإسرائيلية الأستاذ ماهر حجازي، كنت معنا من أمستردام، شكرا لكم. ونشكر أيضا الدكتور محمود خلوف من الضفة الغربية، الأكاديمي والمحلل السياسي الفلسطيني، شكرا جزيلا على حضوركما معنا في هذه التغطية.